مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان مخاطر تلوث الهواء. منذ عشرات السنين والمغرب كيشهد تطور صناعي كبير، كما كيعرف ارتفاع مهول في حركة السير، الشيء اللي كيهدد هواءنا بالتلوث. عرفت العديد من المدن نهضة صناعية كبيرة، مصانع مواد البناء والسيارات والبلاستيك وغيرها من الصناعات كلها كتصدر غازات ملوثة، بالإضافة لحركة سير كبيرة بسبب ارتفاع عدد العربات في المغرب، الشيء اللي كيجعل الهواء ملوث. ولكن كيفاش ممكن نقضيو على هذا التلوث؟ بالنسبة لتلوث الهواء، أول شيء خصنا نعرفوا شنو هي المصادر ديال هذا التلوث. هناك التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية، هناك التلوث الناتج عن الوسائل النقل، وهناك مصادر مختلفة كالحمامات، كأفرينة الصناعة التقليدية، كالمطارح إلى آخره. شنو هي الإجراءات اللي اتخذتها الوزارة لمواجهة تلوث الهواء؟ بالنسبة للإجراءات اللي قامت بها الوزارة بهذا الصدد، هناك تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بجدوى الهواء فيما يخص المعايير والمقاييس، هناك العمل التقني اللي كيقوم بها المختبر من خلال المراقبة، وهناك الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع، وخاصة مؤخرا هناك إعداد مخطط وطني لمكافحة التلوث الهوائي. وما ننسوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.